السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. بداية، أجرى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، تطرق فيه إلى العديد من الملفات والقضايا ذات الشأن الوطني الإقليمي والدولي. اللقاء الإعلامي الدوري لسيد الرئيس تتابعونه اليوم في حدود 9 مساء على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. ترحم الضحايا رحمهم الله الشهداء، لأن نطف الحريق يعتبر شهيد. استلمنا طائرة كبيرة عملاقة بالنسبة للإطفاء، كرينا 6 طائرات أخرى، وكانت موجودة في قمة دلع الحرائق، بالإضافة إلى تقوية العتاد بتاع الحماية المدنية 48 ساعة 72 ساعة في بعض الأماكن، وتغلبنا على النيران وصنحنا البلد أول في إفريقيا، البلد الثالث في العالم العربي. لما ننتهي المحطات نوصل إلى 1,400,000,000 متر مكعب يوميا. السكن ما يقدرش يتوقف، السكة الحديدية أنا التزمت بها، اتصلنا بأصدقائنا الصينيين باش ندخل في برنامج طموح أكبر من هذا، حل المشاكل بالتي هي أحسن. فيه انقلاب، احنا قلنا رانا مع الشرعية الدستورية ولازم يرجعوا للشرعية الدستورية، بغاونا نساعدوهم فيها ألف مرحبا. لحد الآن احنا ننتظر في البرنامج تاع الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية، ما زالت قائمة، الجزائر زادت، وأين كنا وأين أصبحنا. تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم اتصالا هاتفيا من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الاتصال تمحور حول التطورات المقلقة في جمهورية النيجر، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع في هذا البلد الشقيق والجار، وما تمثله من أخطار عليه وعلى منطقة الساحل الصحراوي برمتها. في هذا الإطار أبلغ جوزيب بيترول رئيس الدبلوماسية الجزائرية بما أقره الاتحاد الأوروبي من إجراءات ضد منفذي الانقلاب العسكري في النيجر. على صعيد آخر، شدد الطرفان على ضرورة توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر عبر عودة السيد محمد بازوم إلى منصبه رئيسا شرعيا للبلاد. من جانبه، جدد عطاف التأكيد على قناعة الجزائر بضرورة إعطاء أولوية للمسار السياسي والدبلوماسي بالنظر لما يحمله خيار اللجوء إلى القوة من تداعيات لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتدهورا محليا وإقليميا. سجلت فرق الحماية المدنية خلال 48 ساعة الماضية 22 حالة غرق، منها 18 حالة وفاة، فيما يجري البحث عن 4 آخرين مفقودين. وضمن معادلة موسم الصياف آمن، فرق الحماية المدنية تكثف جهودها لمحاربة ظاهرة السباحة بالشواطئ الممنوعة بعد تسجيل أرقام مخيفة في حوادث الغرق. 195 حالة غارق مؤكدة، منها 57 على مستوى السدود والبرك والمسطحات المائية، إذا عدد رهيب جدا، عدد مخيف. تكلموا على 138 حالة غارق، ومنهم 4 لا زالت عملية البحث جارية عنهم من قبل مصالح الحماية المدنية. هذا 138 فيها رقم على مستوى الشواطئ الممنوعة، ولذلك ننصح شبابنا بعدم الولوج إليها، بالإضافة إلى هناك خطر الإصابة. لما نشوف شبابنا يقفز من مرتفعات صخرية يزيد علوها عن 10 و15 متر، فيقدر يكون موج غارق
غارق لكن يقدر يكون مصاب بسبب ارتطام جسمه مع هذا الصخور اللي راهي موجودة تحت الماء. وهناك حالات مسجلة على مستوى الشواطئ المسموحة، وهنا جرنا الحديث إلى عدم الامتثال للنصائح والتوجيهات التي تسديها اللجان المشرفة على الشواطئ. فجميل جدا أن نلتزم بلون الراية، لما يكون راية خضراء فالسباحة مسموحة، لما تكون راية حمراء أو راية برتقالية فهنا يمنع أو تمنع السباحة على مستوى هذه الأماكن باعتبار أنه الخطر قائم. وبالتالي إذا كان الإنسان لم يلتزم بهذه النصائح فحتما راح تكون العواقب وخيمة، وهذا ما تم الوقوف عليه مؤخرا في العديد من شواطئ الجزائر. انطلقت صباح اليوم قافلة تضامنية من الجزائر العاصمة إلى كل من ولايات بجاية، جيجل والبويرة، تشمل مواد غذائية أساسية لفائدة متضرري الحرائق الأخيرة. القافلة بإشراف وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري. في الملف الصحراوي، تتواصل طبعة 11 للجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بكلية الحقوق بجامعة بودواو ببومرتاس تحت شعار نصف قرن من الصمود، إصرار على فرض الوجود. محاضرات عديدة من التظاهرة لأخصائيين من الجزائر ومن الصحراء الغربية تعالج مواضيع ذات صلة بالقضية الصحراوية كموضوع تحديات الصراع الدولي وفرضية عودة العالم إلى نظام متعدد الأقطاب والأوضاع والمتغيرات الدولية والإقليمية في الساحل والصحراء. الفعاليات تتناول أيضا مساعي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في حل مسألة الصحراء الغربية والإعلام والحرب الإلكترونية وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي وأساليب المجابهة والحرب الاستخباراتية والنفسية للعدو والتنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة وأساليبها وكيفيات المجابهة، وذلك على مدار 15 يوما. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني ليلة أمس في هجوم شنه مستوطنون على قرية برقة شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا إلى شهيدين. وتشهد عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين حصارا وإجراءات عسكرية مشددة وحملات اعتقال واسعة في حق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. إلى ذلك حمل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الكيان الصهيوني المسؤول الكاملة عن جرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي الفلسطينية. وصلنا مشاهدين بهذا الخبر إلى ختام هذا الموعد الإخباري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.